يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خسف القمر قبل ليلتين، وقد اجتهد أئمة المساجد حيال هذا الأمر، والخسوف حصل قبيل أذان الفجر الثاني بربع ساعة فقط، منهم من بادر وصلى ونادى بالصلاة إلى أذان الفجر، ومنهم من انتظر ثم صلى بالجماعة بعد الأذان وقبل صلاة الفجر، ومنهم من صلى الفجر ثم صلى بالجماعة الخسوف حتى أشرقت الشمس، فما هو الصحيح في ذلك؟ الصحيح أنها تصلى قبل طلوع الفجر، أما إذا طلع الفجر فإنه لا، القمر انتهى، القمر حينئذ انتهى أثره ونوره، فلا يصلى الكسوف، إنما يصلى إذا كان هناك حاجة إلى القمر قبل طلوع الفجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وعلى كل حال من صلى واجتهد نرجو الله أن يثيبه وأن ينفع، أن ينفعه بما عمل، لكن ينبغي التفقه في دين الله ومعرفة الأوقات وأوقات الصلوات. نعم.